السلام عليكم الاخوان، اليوم رجعنا لكم فيديو جديد مع مجموعه من نوكيا. عندنا التليفون الاول نوكيا 130، تليفون كيجيب الثمن ديال 170 درهم وتيجيب كارت ميموار وكاميرا وجوج ديال لي كارت سيم كيف ما كتشاهدوا معنا. تليفون ديال شركه وديال الفيتنام ماشي شينوا. نوكيا 130 تليفونات يلا خرجوا كيف ما كتشاهدوا معنا. تليفون الثاني الاخوان عندنا نوكيا 105 غنية عن التعريف. تليفون كيجيب ثمن ديال 130 درهم، 2600 ريال ثمن ديال الجملة. كلهم هادو الاخوان شركة كيف ما كتشاهدوا، هذه كلاسيكيت باش كتعرفوهم واش شركة ولا كونتربوند. تليفونات مطرقين في كارطونات ديالهم. نوكيا 105 تيجيب جوج ديال لي كارت سيم والبيل الثمن ديالو 130. عندنا التليفون الثالث كيف ما كتشاهدوا معنا نوكيا 210، الثمن باش كيجي تيجيب 220 درهم كيف ما كتشاهدوا. تليفون كيجيب دو كارت سيم بلس كارت ميموار بلس كاميرا شركة كيف ما كتشاهدوا معنا. عندنا التليفون الرابع عندنا نوكيا 220، التليفون تا هو تيجيب كارت ميموار و بلوس دو كارت و تيجيب كاميرا كيف ما كتشاهدوا، راديو مسائل ديالو. الثمن الحقيقي ديالو كيجيب 240 درهم الثمن ديال الجملة. كلهم هادو الاخوان ديال الفيتنام ماشي ديال الشينوا. عندنا التليفون الخامس نوكيا 6300 كيف ما كتشاهدوا. هذا الاخوان كيجيب الثمن ديال 270 درهم الثمن ديال الجملة. هادي زيد فيها واتساب فيسبوك كيف ما كتشاهدوا. التليفون قدر تخدم به الواتساب والفيسبوك بثمن ديال 270 درهم، 5400 ريال حتى هو ديال الشركة وفيه لا غارونتي ديال العام كيعطيو فيه. عندنا التليفون السادس نوكيا 5310 كيف ما كتشاهدوا، حتى هو تيجيب كاميرا و دو كارت. الثمن الحقيقي ديالو كيجيب 240 درهم، 4800 ريال. عندنا التليفون السابع نوكيا 150 كيف ما كتشاهدوا معنا. نوكيا 150 هي هذه. التليفون كيجيب ثمن ديال 220 درهم، تيجيب جوج ديال لي كارت سيم و بيل، هذا ما فيهش كارت ميموار، تيجيب 4400 ريال. وعندنا التليفون الاخير نوكيا 110 اللي كتجيب واحد الثمن زويون اللي هو 180 درهم، كتجيب كاميرا وتتجيب كارت ميموار وتتجي بدو كارت سيم والراديو ب 3600 ريال. اخوان ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالنا باش دائما يوصلكم الجديد دائما مع مراد فون. الى اللقاء فيديو الجاي ان شاء الله.